التعديلات الوارده اليوم على القانون 141 لسنه 2014 في الحقيقه هي مهمه للغايه، لان القانون 141 لسنه 2014 هو القانون المنظم للتنشيط للنشاط التمويلي متناهي الصغر. وقبل 2014 كان في نشاط للتمويل متناهي الصغر ولكن غير مرخص وغير مؤهل وغير جادي على الاطلاق، وكان بيبقى فيه مخالفات كثيره جدا. لما جه قانون 141 ونظم هذا النشاط بدأنا نشوف قد ايه عدد المستفيدين من نشاط التمويل المتناهي الصغر، على مين اللي بيشتغل في نشاط التمويل المتناهي الصغر، مين المهتمين بالتمويل المتناهي الصغر. فبدأت تظهر لدينا خريطه واضحه عن كثير الانشطه، عدد الانشطه المموله من المتناهي الصغر والاماكن الاكثر تكدسا. ايضا ظهر لينا من خلال الهيئه العامه للرقابه الماليه، لان هي المعنيه بهذا النشاط، ظهرت لينا تقارير واضحه وصريحه عن هذا النشاط، بان احنا نشوف النشاط التجاري هو اللي واخد اكبر كميه من التمويل المتناهي الصغر. بدانا ننظر ايضا ان هناك دعم للنشاط الزراعي من خلال هذا التمويل لكنه بسيط للغايه، فبدا يبقى في رؤيه مختلفه ان لازم يكون في دعم للنشاط الصناعي بشكل مباشر حتى يكون هناك نهضه فعلا للتنميه الحقيقيه. الرؤيه العامه للنشاط الانشطه التمويليه متناهيه الصغر هي تخفيف حده الفقر على المواطن محدود الدخل، لكن في الحقيقه احنا لنا رؤيه مختلفه في الفتره القادمه، ان يكون هذا التمويل ايضا هو تمويل لدعم الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الحقيقيه المنتجه والحرفيه، وايضا دعم المشروعات الزراعيه متناهيه الصغر. لو بصينا وطبقنا ده بالشكل الكافي هنقدر نوصل فعلا لدعم حقيقي للاقتصاد المصري والمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر على ارض الواقع. وده كمان هيدينا فرصه لدعم البطاله وتقليل من نسبه البطاله على الارض، اللي هو بناخد الشباب بيشتغلوا يبداوا ياخدوا مشروعات وتمويل متناهي الصغر للانتاج البسيط، ثم يتم دعم هذا الشباب بشكل اكبر وندعم التمويل بشكل اعلى وبفئه اكبر، ثم ننتقل ايضا الى ان يتحول هذا الشاب الى المنظومه الرسميه. والمستهدفه هنا واللي مربوطه بقانون 151 لسنه 2020 152 لسنة 2020 والخط بالمشروعات الصغيرة متناهية الصغر ومدى إتاحة الترخيص وسهولة الترخيص ودعم الاقتصاد الغير رسمي.